شباب لو انت عايز تتاكد من ضغط الفريون او بتشحن فريون على 410، انا هوريك ضغط الفريون بتاع المصنع بتاع الشركه، لكن خلي بالك درجه الحراره الخارجيه دلوقتي حوالي 25. ماشي، بص ضغط الفريون 100، عشان الناس لما بتسالني بقول اشحن على كام في 410، انت لو في الصيف هتشحن على 120، لو في الشتاء هتشحن على 100. الان هو على 100 اهوت، والتكييف الحمد لله شغال وتبريده ممتاز جدا، ما فيهوش ادنى مشكله. طبعا تكييف جديد اول مره يشتغل النهارده، يعني الضغط ده ضغط المصنع، وكميه الفريون الموجوده دي كميه فريون المصنع هو اللي حاططها مش انا اللي حاططها. فهي ديت الكميه اللي حطها، وده الضغط اهوت في درجه حراره خارجيه 25 درجه مئويه. فمديني كام؟ مديني 100 رطل على البوصه المربعه. اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يبارك فيكم، وانا جهز العمل في ميزان حسنات ابويا وامي، وانا اغفر لهم وارحمهم كما ربياني صغيره. ما تنسوش يا جماعه لايكس شير سبسكرايب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.